اليوم السبت 25 فبراير 2023 نتواجد بمركزية مجموعة مدارس الكرعيم جامعة مزورة إقليم سطات في حفل بهيج تنظمه المجموعة المدرسية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. هذه المناسبة التي تنهيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أهمية كبيرة باعتبارها أحد مداخل تربية الناشئة على المبادئ الأساسية للسلامة الطرقية. مناسبة لأشير أيضا أنه مجمل المؤسسة التعليمية بإقليم سطات نظمت أنشطة جد متنوعة بهذه المناسبة للهدف منها كما قلنا تنمية الوعي لدى الناشئة. هذا الحفل كانت مناسبة أيضا لاستعراض مجهودات اللي كتبدلها قيادة الدار الملكي بسطات. الحفل عرف حضور يعني ضباط وعناصر الدار الملكي اللي قدموا شروحات وافية للتلميذات والتلاميذ هذه المؤسسة، وعرف أيضا تقديم مجموعة ديال الأنشطة من طرف تلاميذ المؤسسة وتلاميذ مؤسسات أخرى بمشاركة شركاء المؤسسة. السلامة الطرقية موضوع ماشي فقط ديال يوم أو يومين، ولكن هو موضوع اللي كتشتغل عليه المؤسسة التعليمية طيلة السنة الدراسية يعني بدعم من شركاء الوزارة في هذا الباب، وهم بالأساس يعني الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مدير العام الأمن الوطني وقيادة الدار الملكي. نتمنى إن شاء الله أنه المؤسسات التعليمية تقوم بالدور اللازم ديالها لبناء تلميذات وتلاميذ ومشروع مواطنين قادرين على احترام مبادئ استغلال الفضاء العمومي اللي هو الطرقات بشكل أفضل للتخفيف من الخسائر اللي كتخلفها يعني الحوادث السير اللي كتكلف بلادنا بطبيعة الحال كثيرا. تنفيذا للبرنامج عمل السنوي الذي سطرته المؤسسة وتمشيا مع المذكرات الوزارية والإقليمية والجهوية في هذا الصدد، نظمت مؤسسة مجموعة مدارس الكريم اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية حفلا تربويا متميزا من تأطير درك سرية سطات. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لكافة الشركاء والفاعلين التربويين وعلى رأسهم السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والوفد المرافق له، ونتقدم بالشكر الجزيل للدرك الملكي وللسلطات المحلية ولفعاليه المجتمع المدني وللفعاليه الاعلاميه ولساكنه منطقه الكريم سدره على حفوات الاستقبال. هذا الهدف هذا النشاط هذا يهدف بالخصوص الى تكريس ثقافه السلامه الطرقيه لدى الناشئه من اجل حثهم على يعني الطرق كيفاش يتعاملوا مع الطريق تفادي لحوادث السير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.